السيارة عالقة على سطح الشاحنة تثير فعلا التساؤل، كيف قفزت إلى هذا المكان؟ وتحت ذات الشاحنة هناك أيضا سيارة أخرى، أو بالأحرى ما تبقى منها. تصادم قوي جر معه ارتطامات عديدة لسيارة أخرى خفيفة وثقيلة صباح اليوم على مدار الرباط سلا. والسبب على ما يبدو أن كابح السرعة للشاحنة من النوع الكبير لم يمكنها من التوقف.